طيب، سلام المسيح للجميع، سلام المسيح للجميع. يعني أنا عارف إن في ناس منتظران على البث كتير، وفي ناس كتير بتحاول إن هي تسألني عن التأخير سببه إيه، لكن بس يعني كنت بظبط المايك وكنت بظبط الكاميرا وبظبط الحاجة دي كلها. فأنا آسف على التأخير. أهلا وسهلا بيكم أختنا ريم وأختنا جمانة أختنا جيجي وكل الموجودين اللي بيتابعونا دلوقتي واللي هيتابعونا كمان شوية. طيب، في الحقيقة يعني امبارح جه خبر صادم للكل. الخبر دوت كان عن أخونا مخلص ألفونس. مخلص كان يعني خليني أدي بس نبذة عنه في البداية. مخلص أنا اتعرفت عليه حوالي من 3 أو 4 سنين. اتعرفت عليه كان في يوم روحي، ولما اتعرفت عليه لقيت إنسان شغوف بخدمة الله وإنسان مضحي جدا. يعني هو مستعد إن هو يضحي من أجل كلمة الله ومن أجل الإرسالية ومن أجل محبة الكلمة ومن أجل محبة الكنيسة ومن أجل البشارة ومن أجل الكرازة. فهو نقدر إن يعني نتكلم عن مخلص نقول إن هو شخص حقيقي، يعني شخص مضحي، شخص مسيحي بيعمل تعاليم الكتاب بالظبط. فطبعا ان يجي خبر امبارح يعني يقولوا ان مخلص اتاخد من الامن، فانا يعني استغربت اول حاجه. يعني انا بالنسبه لي سلام ونعمه اختنا جمانه، لو صوت كويس بس يا ريت تطمنوني، لان يعني انا حاولت بسرعه اني اسرع في البث، فلو الصوت كويس يعني يا ريت تطمنوني ان الصوت كويس. مخلص لما عرفت بالخبر امبارح ان هو يعني للاسف يعني استدعي من الامن، طبعا يعني احنا بنقول ان يعني بالنسبه للامن يعني ما فيش اي مشكله ان يستدعي اي حد فينا ويستجوب، لكن بنقول ان المحاباه هي اللي احنا بنرفضها. يعني احنا لو حد عايز يستدعينا ياخد اقوالنا يتكلم عن اللي بيحصل يقول لنا ده غلط وده صح، ما عنديش مشكله، لكن تحصل محاباة هي دي المشكلة. يعني النهاردة مخلص لغاية النهاردة أنا بحاول، ربنا يبارك فيك يا فيدو وربنا يبارك فيكو كلكم، اللي بتكلم فيه حاجة معينة. احنا بنتكلم من داخل مصر، احنا مش بنتكلم من برا مصر. يعني احنا بنتكلم، والنهاردة يعني دلوقتي بقى المفروض ان انا عشان اتكلم عن عقيدتي او اتكلم عن ايماني او ادافع عن ايماني يبقى المفروض ان انا اتشهد من الامن. يعني كده 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 زادت كده هاصت، يعني خليني اقول ان كده هاصت. فهنا يعني الامن ليه كل الاحترام، الامن من حقك انك تستدعيني، من حقك انك تستجوبني، لكن ما تحبيش. يعني ايه ما تحبيش؟ النهارده انا لما اشوف مخلص ايه الغلط اللي هو عمله؟ غلط فيه؟ يعني مخلص الفيديوهات بتاعته كلها ما فيهاش اهانه لحد، ما فيهاش ازدراء لاي عقيده ايا كانت هي ايه. هو شخص بيدافع عن إيمانه، بيقول لهم يا جماعة أنا إيماني 1 2 3، يعني ده مش عيب، ده مش محاباة، ده ما فيش أي مشكلة إن أنا أقولها. يعني أنا دلوقتي أنا عايز أتكلم عن إيماني، أتكلم عنه يعني أتكلم عنه فين؟ أتكلم عنه إذا كان أصلا يعني هو بيرد على ناس طالعة بتين الإيمان المسيحي. طيب، عايز أوريكم الأول فيديوهين. الفيديو الأولاني لمخلص طريقة كلامه على السوشيال ميديا، وهل هو بيهين حد ولا مش بيهين حد. تعالوا نشوف مخلص ايه اللي هو بيعمله او ايه الاستراتيجية اللي ماشي مخلص بيها. هل مخلص ده شخص يعني خلينا ده بيه حلقة النهاردة هو مين يا جماعة اللي ليه؟ الفيديو اللي قدامكم ده يعني انا حاولت اني اقص يعني كذا حتة من كذا فيديو لمخلص، بس الفيديوهات بتاعته كلها ماشية على نفس النمط. يعني فيديوهات مخلص كلها بنفس النمط ده، يعني مخلص مش بيتعدى على حد. فمخلص الفيديوهات بتاعته او الاسلوب بتاعه او طريقته هي طريقته كده، طريقته محترمه، لا بيهين حد ولا بيجي بيشتم حد ولا بيجي بيقل ادبه على حد، وشخص بيتكلم في ايمانه بيقول لهم يا جماعه ده ايماني وانا هو انا برد على الكلام اللي انتوا بتقولوه. فايه الاشكاليه اللي تقف هنا قدام مخلص يستدعوه؟ يعني ليه؟ او حتى لما يستدعوه يبات ليه؟ النهارده انا بحاول ان اتواصل مع مخلص، مخلص جوه مصر في الصعيد واتاخد، وانا عارف ان التليفون بتاعه معاه، وعارف ان هم خدوا يعني رجع خد التليفون بتاعه امبارح.
فمش عارف يعني هل اتصل بيه؟ طيب لو هو خرج المفروض يعني يطمني، طيب ولا ما اتصلش بيه؟ فانا قلت لا يعني لازم ان انا اتصل بيه. الغريب ان بقيت بتصل بمخلص فبيشوف الرسائل لكن مفيش رد. هوريكم الكلام ده كله، بس قبل كل ده يعني عايز اوريكم الاستراتيجيه بتاعت مرقص، بتاعت مخلص، وهو بيتكلم في ايمانه او بيدافع عن ايمانه ازاي. هل هو بيشتم؟ هل هو بيهين حد؟ هل هو بيزدري بحد؟ تعالوا نشوف. سؤال ببدأ بيه حلقة النهاردة، هو مين يا جماعة اللي ليه السلطان المطلق أو ليه الحق المطلق إنه يغفر خطايا الناس؟ طبعا ده سؤال بسيط وسهل وممكن أي حد يقدر على إجابته، والإجابة ببساطة شديدة هو ربنا. الله هو الوحيد اللي بيغفر جميع الخطايا والذنوب. في سفر ملاخي الإصحاح 7 والعدد 18 يقول: تأكدنا بما لا يدع مجالا للشك إن الله وحده هو الغفور، هو الذي يغفر خطايا الناس. ولكن من فضلك انصت الي جيدا، لان الكلام اللي جاي ده مهم جدا. المسيح ايضا يغفر خطايا الناس. نعم كما سمعت ما قلته، المسيح يغفر خطايا الناس. يا صديقي لا تتعجب من هذا الكلام، فاليهود من قبلك بمئات السنين قد تعجبوا مثلك وقالوا: من يغفر الخطايا الا الله وحده؟ طيب تعالوا لحضرتك بصراحة كل أمانة كده، هي المسيحية فيها كم رب؟ المسيحية يا فندم فيها رب واحد. والآية واخدين بالكم من أسلوب مخلص؟ يعني أسلوب مخلص وهو بيتكلم المسيحية فيها كم رب، بيقول له طيب المسيح، اليهود سألوه قبل كده قالوا له: من يقدر أن يغفر الخطايا إلا الله؟ فشخص بيتكلم عن إيمانه، في أسئلة وجايب الناس اللي بتسأل، وفي نفس الوقت هو بيرد عن ايمانه. ايه اللي هو قاله؟ ايه الغلط اللي هو عمله؟ يعني زي ما بيقول كده المسيح: ان كنت قد تكلمت بالردي فاشهد على الردي، وان كنت قد تكلمت بالحق فلماذا اذن تسحبني؟ يعني انت بتسحبني ليه؟ تاخدني ليه؟ وبعدين انت لو عايز تستجوبني ما تستجوبني في كلمتين، ساعه، ساعتين، ثلاث ساعات ومشيني. انما انا النهارده تاني يوم انا قاعد ليه؟ ليه؟ ليه مخلص قاعد لغايه تاني يوم؟ ليه قاعد لغايه النهارده؟ طيب يعني ايه القضيه اللي متوجهه ضد مخلص؟ قضية استدراء؟ ما اعتقدش ان هو بيزدري دين. قضية اهانة الاشخاص؟ بالعكس، ده هو بيتكلم مع الناس اللي هم بيهنونا بكل احترام وبكل ادب، لان هو هدف مخلص ان هو يوصل ايمانه ويقول: يا جماعة ايماني مش اللي انتوا بتتكلموا عنه بالطريقة دي، لكن انا ايماني بشكل تاني خالص. فبيرد على الشبهات. ايه المشكلة ان هو بيرد على شبهاته؟ نكمل الكلام اللي بيقوله مخلص. تقول: اسمع يا إسرائيل، الرب إلهنا رب واحد. تثنية 6:4. طيب ورد في مزمور 110 نص يقول: قال الرب لربي: اجلس عن يميني حتى أضع أعدائك موطئا لقدميك. وده مزمور لداود النبي. النص ده بيقول إنه فيه ربين: قال الرب لربي. وده يا جماعة اللي خلى واحد زي معاذ عليان يطلع يقول إن المسيحية فيها ربين. وطبعا الكلام ده سوء فهم، وكالعادة هي محاولة فاشلة. يعني شايفين الكلام حتى بتاعه لما جاي بيرد على أشخاص بيرد يعني باسمه، لكن من غير أي سوء، من غير أي تطرف في كلامه، من غير أي إهانة في كلامه. قال إن معاذ عليان طلع بيتكلم بيقول إن المسيحية فيها ربين، لكن الكلام ده مش مظبوط، وبيرد على الكلام. يعني ما فيش مشاكل عنده، يعني الراجل بيتكلم بمنتهى السلاسة، بيتكلم بمنتهى الاحترام، بيتكلم بمنتهى الأدب. من هؤلاء لجعل المسيحية ديانة شركية، فمرة يقول لك انتم بتعبدوا ثلاث آلهة، ومرة اخرى يقول انتم بتعبدوا ربين. لكن في النهاية المسيحية منذ فجر التاريخ تعبد الله الواحد الذي لا شريك له. لكن المسيحية جدلا ان المسيح قبل ما يقيم لعازر، وده كان ميت وليه 4 ايام، هنفترض انه فعلا صلى للآب من اجل اقامة لعازر، مع ان ده يا جماعة خدوا بالكم يا جماعه من حاجه، اخونا كي او واختنا ريم وكل اللي موجودين على البث، يعني موجود لحد دلوقتي على البث 34، وانا شايف الناس بتزيد، يعني في ناس هتزيد، في ناس هتدخل تاني. ايه اللي صاير مع مخلص علشان ياخدوه؟ مفيش حاجه صايره معاه. كل اللي عمله مخلص ان هو بيدافع عن ايمانه، ان هو بيرد على الناس اللي بتشوه في الايمان المسيحي. ده كل اللي صاير معاه، ده كل اللي حاصل معاه، ده كل اللي حاصل مع مخلص. طيب هنا يعني يمكن انا برضو هتساءل الاسئله ديت يا كيو،
انت بتقول البابا فين؟ هو مش البابا بس اللي فين، هو فين المحامين اللي المفروض ان هم بيدافعوا عن حرية الاعتقاد بتاعت الانسان؟ يعني انا مش بتكلم عن محامين من خارج البلاد، لكن بتكلم عن محامين من داخل البلاد. القضية دي المفروض ما يتدخلش فيها فقط ما يعني محامين مسيحيين، برغم ان كل مرة بطلع بتكلم عن المحامين المسيحيين وبقول ان هم للأسف في يعني عتاب ليهم، انتوا ليه مش موجودين؟ ما هو المشكلة ان كل ردوده بأدب، يعني الراجل كل اللي بيعمله ان هو مؤدب في ردوده. يعني هل يعني ده بقى يعني ده السؤال الثاني يا اخت جمانة. بص يا جماعة، الراجل ده لو هو مش مؤدب في ردوده، يعني لو انا عندي نموذج موجود مش مؤدب في ردوده، النموذج اللي موجود عندي حد مش كويس، هل الشخص ده يتاخد ولا ما يتاخدش؟ يعني المفروض ان انا دلوقتي لما بلاقي حد ردوده مش كويسة او بيهين الاعتقاد اللي قدامه او بيهين الناس اللي قدامه، في الحالة دي انا ببدأ ان انا يعني اعمل هايلايت عليه، انا كأمن دولة او كأمن وطني بستدعيه، لان ده ممكن يسبب فتنة طائفية، ممكن يسبب مشاكل كبيرة في البلد، ممكن يشعل نيران الفتنة، ممكن يشعل نيران الغضب في البلد ويعمل كل ده. طيب، مخلص من الفيديوهات بتاعته على القناتين، سواء قناة الصخرة او قناة كارت احمر، الراجل ما بيعملش حاجة غير ان هو يا اما بيربط الفيديوهات ببعض، يجيب الردود المسيحية على الاسئلة الاسلامية، يا اما ان هو اللي بيطلع بيتكلم بنفس الطريقة اللي حضراتكم شايفينها، ما بيجيبش حاجة من بيتهم، ما بيجيبش حاجة من عنده. ده اللي بيعمله مخلص. ايه الغلط اللي هو عمله؟ انا لحد دلوقتي انا مش عارف. ردوده كلها محترمة، اسلوبه مهذب، انسان مؤمن، انسان مختبر، انسان جميل جدا. لكن خليني بقى ادخل معاكم في حتة تانية ونشوف كده، يعني نشوف اللي بيحصل بقى من الطرف التاني. يعني انا شفت دلوقتي طريقة مخلص انسان يعني باجماع من الكل ان هو انسان مهذب، انسان محترم، انسان يعني ما بيحاولش ان هو يزدري حد، ما بيحاولش ان هو يشتم حد، انسان ردوده اكاديمية، ما بيجيبش حاجة من عنده، ما بيتهكمش على عقيدة حد وهكذا. طيب نيجي بقى نشوف الطرف الثاني بيعمل ايه. الاسلام تعالوا شوفوا يا جماعه، قد ضعف في هذه الايام واصبح لا ياخذ الا البنات الساقطات. قول انا اعرفك عليهم النهارده ان شاء الله. اولا انت بتقول هل الاسلام ضعف؟ لا، هم الناس دول بيدخلوا الاسلام. طب اسمعوا الطريقه، يعني احنا شفنا مخلص وشفنا ان هو شخص محترم جدا. طيب مخلص علشان بيدافع عن ايمانه علشان بيرد على الشبهات، فبدأوا ان هم يستدعوه، هيستدعوه. احنا كل اللي طالبينه احنا عايزين نعرف مخلص بيستدعى ليه، ايه اللي مخلص عمله. طيب نشوف الطرف الثاني وهو بيهاجم ازاي. وعلى فكرة ده يعني مش فيديو واحد ليه، ده كل الفيديوز بتاعته، كل السوشيال ميديا بتاعته، كل اللي بيعمله مجرد ازدراء. لا، ما هو المشكلة في حاجة يا كيو، لو اللي بيحصل ده مجرد تخويف، يعني اللي بيحصل ده مجرد تخويف، انت بتخوفني من ايه؟ بتقولي ما تدافعش عن ايمانك؟ يبقى في الحالة دي لو انت يعني بتحكم حكما عادلا، يبقى في الحالة دي لازم توقف الطرفين، ما توقفش طرف واحد وتسيب الطرف التاني. ما في طرف بيسأل، احنا بنجاوب، ده من حقنا. يعني النهارده لما يكون في حد بيسال واحنا طالعين نجاوب، ده من حقنا. لو مش عايزين الحوار ده على الساحه، لو انتوا رافضين الحوار ده على الساحه، يبقى باختصار الغوا الاسئله عشان احنا ما نطلعش نجاوب. لكن احنا بنجاوب، احنا مش بنهاجم، احنا بنجاوب. احنا كل ده واحنا بندافع. يعني النهارده ادي مخلص سحب، مين بكره هيتسحب تاني؟ مين بكره هيتشد تاني؟ طب والسؤال اللي اكتر من كده، او السؤال اللي انا بستغربه لحد دلوقتي، هو معاز قاعد بيعمل ايه لحد دلوقتي؟ معاز ليه ما تسحبش لحد دلوقتي؟ معاز ليه ما اتاخدش لحد دلوقتي؟ معاز يعني لو المحامين، انا بتكلم بقى عن المحامين الاقباط، المحامين المسيحيين، المحامين اللي المفروض بيجوا بياخدوا اللقطه في جانب، يعني جنب القضيه الكبيره، قضيه اسمها مريم سمير، كان نجيب جبرائيل جنبها، ونجيب جبرائيل كان بيصلي، ونجيب جبرائيل كان متصدر الكادر بتاع الكاميرا. طب
طب انت فين؟ يعني النهارده ادي واحد من ولاد الكنيسه يعني اتاخد، واحنا لحد دلوقتي مش عارفين هو متاخد فين. هو يمكن الوحيد اللي طلع اتكلم كمان الاستاذ مجد تدرس، وطلع اتكلم عنه، وطلع اتكلم بيقول بينادي بحريته، مجد تدرس من بره البلاد. طب والناس اللي جوه البلد؟ ما احنا جوه البلد، احنا جوه مصر، احنا مش براها. يعني احنا بنتكلم وبنعمل الفيديوهات دي واحنا جوه البلد، والناس بتستغرب احنا انتوا ازاي بتتكلموا كده. تخيلوا، بصوا انا هسمعكم كلمه من معز عليان، كان البلد سوري يعني انا اسف هو امتلكها، كانه اشترى البلد. بيقول لك ايه؟ اسمعوا كلام معز. قول انا اعرفك عليهم النهارده ان شاء الله. اولا انت بتقول هل الاسلام ضعف؟ يا فضيله الشيخ، هل الاسلام قد ضعف في هذه الايام واصبح لا ياخذ الا البنات الساقطات؟ هل الازهر الشريف يزدهر بالبنات اللي بتمشي ورا عواطفها عشان هي حبه شاب؟ يعني فحوى رسالته ان هو بيتكلم عن الناس اللي بتخش الاسلام وتحديدا مركز فيهم. خدوا بالكم من الفيديو ده بالاخص، ده هو دلوقتي الفيديو ده قديم لاب كاهن بيقول هل الاسلام ضعف في هذه الايام. الراجل ما هنش الاسلام ولا حاجه، بيسال يعني شيوخ الازهر بيقول لهم هل ضعف الاسلام في هذه الايام علشان ياخد الساقطات واللي بتحب واحد الفيديو ده قديم على فكره، مش فيديو في الايام دي، لكن هم حاولوا ان هم يعني يوصلوا للناس او يوصلوا للشباب على السوشيال ميديا ان الفيديو ده جديد بسبب القضايا اللي حاصله الايام دي. واللي جاب الفيديو ده واكتشفنا ان هو قديم بالتاريخ بتاعه كان هو مخلص، يعني مخلص صاحب قناه كارت احمر وقناه الصخرة، كان هو اللي كشف ان الفيديو ده بقاله حوالي 6 سنين مش الايام دي. فهم بيلعبوا دلوقتي على اساس ان الفيديو في الايام دي بسبب سالم سين، بسبب مريم سمير. فهو بيتكلم بيعمل ايه؟ بيحاول ان هو يلفق فيديوهات للي حاصل في الايام دي عشان يعمل اكاذيب، يعمل فتنة كبيرة، يعمل مشاكل ما بين الكنيسة، ما بين المسلمين، ما بين المسيحيين، ما بين الازهر وهكذا. ده اللي بيحاول يعمله معز عليان. لكن في النهايه خالص تخيلوا ان هو بيقول انا مش عارف ازاي كاهن في مصر طالع يقول الكلام ده. مين يعني الكهنه في مصر المفروض ما يتكلموش؟ يعني المسيحيين في مصر المفروض ان هم يتخرسوا؟ يعني النهارده لما اجي اتكلم عن قضيه تخص كنيستي وانا كاهن رجل دين انت عايز تخرسني بأمارتي؟ طيب شوفوا اللي جاي. البنات او الاخوات اللي اسلموا حديثا، خلي بالكم بقى، هو قال جمله انا مش عارف ازاي كاهن جوه مصر بيقول الكلام ده كده بصريح العباره. هو مش عارف ازاي كاهن جوه مصر بيقول الكلام ده كده بصريح العباره. هو بيقول مش عارف ازاي كاهن جوه مصر بيقول الكلام ده كده بصريح العباره. هو بيقول مش عارف ازاي كاهن جوه مصر بيقول الكلام ده كده بصريح العباره. هذا الايام واصبح لا ياخذ الا البنات الساقطات. نسيبنا من كلام ابونا، نسيبنا من كلام الكاهن، لكن تعالوا لطريقه معاذ عليان وشوفوا الازدراء وشوفوا الاهانه للدين المسيحي وللمسيحيين. وفي الاخر خالص احكموا في الاخر خالص مين اللي المفروض يتشد، هل هو مخلص ولا معاذ؟ طب مين الناس دول الاول؟ هل بنات بس؟ لا والله، ده شباب وبنات عادي جدا، شباب وبنات بيتركوا المسيحيه ويخشوا الاسلام. طيب ليه؟ عشان الاسلام ضعيف؟ لا، عشان دينك اللي مش لاقي رد على اسئلتنا، عشان دينك مش عارف يرد على اسئله واخدين بقى، عشان دينك مش لاقي رد على اسئلتها. طب ما الراجل طالع سال اهو، يعني الراجل طالع بيجاوب، يعني الراجل طالع بيقول لكم اهو، بيقول لكم احنا عندنا ردود، فالمفروض ان حضرتك تسمع الردود مش تيجي في النهايه خالص تشده. لو انت رافض الحوار ده كامن وطني يبقى المفروض تنزع الطرفين خالص، تشيل اللي بيسال وتشيل اللي بيجاوب، انما ما تشيلش اللي بيجاوب بس، ما تشيلش اللي بيجاوب، لان النهارده لو مخلص اتشال من على السوشيال ميديا علشان محدش يرد، في مليون مخلص تاني، في ناس كتير بترد مش مخلص بس، في ناس موجودين على الساحه وبيردوا على، يعني خليني اقول الـ 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 كل شخص رويبده بيحارب الايمان المسيحي بيترد عليه. تعالوا نسمع الطريقه بتاعت الاستاذ معاذ عليان. المسلمين اللي بنسالها، عشان انا بقالي اكتر من سنه بعمل فيديوهات صغيره على الفيسبوك، والبابا توادرس طلع وقال 2-3 بيشككوا في الاسلام، واتكلم بشكل ضمني عني انا ومحمود داوود وابو عمر الباحث والاخوه كلهم والاخ وسام عبد الله، وانتوا الى الان ما حدش فيكم كاهن طلع قال.
البابا تواضروس اتكلم عنه بشكل ضمني. انا يعني هو انا يعني هو متخيل ان البابا تواضروس يعني انا اولا انا مش ارثوذكسي، يمكن كل الناس اللي متابعيني عارفين ان انا اصلا مش من خلفيه غير مسيحيه. هل البابا تواضروس يعني هيسيب اشغاليات الكنيسه بتاعته وهيسيب المؤتمرات بتاعته والسفريات بتاعته ويدخل على صفحه معاذ عليان ومحمود داود ومش عارف ابو عمر الباحث ووسام عبد الله علشان يرد عليهم ويجيب سيرتهم؟ يعني ده يعني حتى البابا تواضروس في الخطاب بتاعه او في الـ في الـ في الكلام عن الناس دي قال الاثنين ثلاثه اللي طالعين في المقدر جديد، يعني اتكلم عنهم كانهم نكره. يعني تخيل البابا تواضروس بيتكلم عنهم مش مديهم اهميه، يعني بيقول يعني الاثنين ثلاثه اللي طالعين في المقدر جديد اليوم، تخيلوا ان هو بيقول عنهم كده، عارفين يعني معناها ايه الكلام؟ يعني كانه بيقول ان الشخص، يعني انت النهارده لما تقول ان البابا بيتكلم عني وهو بيتكلم عن ناس نكره، يبقى حضرتك عايز ان اسمك يذكر وان كان باللعن، بس مش اكتر من كده. يعني انا يا جماعه انا عايز اسمي يكون موجود على الساحه، حتى لو بتلعن، حتى لو بتشتم، حتى لو بتهان، المهم بس اسمي يكون موجود. بصوا البابا تواضروس قال اسمي، بصوا البابا تواضروس جاب سيره محمود داود، بصوا البابا تواضروس قال لي بيتكلم عليا، بصوا بابا تواضروس ايه اللي هيفضلك انت يا حبيبي؟ بابا تواضروس يعني بابا تواضروس بس هي كلمتين، هيجي يكلم استاذ اللاهوت الدفاعي في الكنيسه الارثوذكسيه ويقول له اتفضل حضرتك تطلع الفريق، تطلع فريق من المتخصصين يرد عليهم. ده الامر اللي المفروض يعمله، او ده الامر اللي المفروض هو بدات تاخده الكنيسه في الوقت الحالي. يعني الفتره اللي فاتت كانوا الناس بيعملوا ايه؟ كانوا الناس يقول لك لا احنا يعني ايه سلام المسيح سلام ونعمه يا اخونا شاب. الفتره اللي فاتت كانوا الناس يعملوا ايه او المسيحيين يعملوا ايه؟ طيب احنا يعني احنا بالنسبه لنا احنا عارفين ايماننا وعارفين، لكن في ناس ضعيفه في الايمان فدول بيقعوا. ف لقوا ان يعني دي شبهات يعني مش جديده، يعني الشبهات كل الشبهات اللي قالوها الشبهات ديت بتقل من قرون، يعني مش من النهارده بس. راجعوا رساله الكندي، شوفوا ابو اسحاق الكندي كان بيرد على الهاشمي ازاي. الشبهات ديت يعني على مر التاريخ كانت بتتعرض لها الكنيسه، يعني اللي بيجيبوه النهارده ده مش جديد، يعني الفريق ده عامله دلوقتي ده مش جديد. يعني معاذ عليان لما اتكلم في الفصلة اليوحناوية تخيلوا بيقول ايه؟ بيقول لو حد ما يعرفش نقد نصي، لو حد ما يعرفش حاجة في الكتاب المقدس اطلع حط الفصلة اليوحناوية، يعني ما تدرسش، اطلع بس هاجم وخلاص، اطلع عاهين الناس ديت وخلاص. لكن خليني برضو ادخل للموضوع تاني، يعني خليني انا على فكرة يعني الكلام اللي بقوله ده دلوقتي ان لازم لابد من تدخل للبابا، لابد من تدخل المحامين المسيحيين، لابد من تدخل الناشطين المسلمين الموجودين في مصر، الناس المنفتحين، الناس العلمانيين، الناس اللي بتقدر قيمة الإنسان قبل الدين بغض النظر عن الدين وبغض النظر عن أي حاجة، لأن الناس ديت كل اللي بيعملوه دلوقتي إن هم ماشيين بنظام ومنهج. يعني الناس دي عاملين منهج إن إحنا دلوقتي في حالة خطر، في حالة خطر ليه؟ عدد العابرين كتير جداً، عدد العابرين كتير جدا، عدد العابرين كتير جدا، عدد العابرين في مصر لا يحصى. يعني عدد العابرين في مصر انا عايز اقول ان يمكن انا الوحيد في مصر اللي بطلع بوشي على السوشيال ميديا وانا عابر، لكن انا عايز اقول ان الاعداد كبيره جدا. يعني احصاء عدد العابرين باعتراف علماء المسلمين عدد كبير جدا. فالنهارده لما يكون طيار التنصير على حسب قولهم طيار قوي جدا، فلازم ان الجبهة التانية تعمل ايه؟ ما تدافعش. ليه؟ لان انا ما عنديش حاجة للدفاع. لاحظوا حاجة، ان مخلص حتى في الاشكاليات الاسلامية اللي حطها قدامهم محدش رد عليه. مخلص لما حط لهم اشكاليات اسلامية محدش رد عليه. لما انا جيت في الفيديوهات بتاعتي بتاعت ردود بالجملة وكنت بسأل اسئلة اسلامية محدش يرد عليا. لما رشيد يسأل أسئلة إسلامية محدش يرد عليه، أندرو يسأل أسئلة إسلامية محدش يرد عليه. ليه؟ هو ما عندوش خط دفاع. فاللي بدأوا إن هم يعملوه يمكن من بعد جيل محترم، كان جيل فاضل سليمان نوعا ما جيل محترم، الجيل ده كان الناس يعني نوعا ما محترمين.
فبدا ان هم يطلع ناس اللي هم ايه، بص شوف البابا تاودرس بيتكلم عليا، البابا تاودرس بيعمل، البابا تاودرس بدا يطلع شويه رويبدات بعد الجيل ده. فمن ضمن الرويبدات اللي طلعت واحد زي ده. وعلى فكره انا لما بقول رويبده هو فعلا رويبده، يعني انا مش انا يعني صدقوني انا يمكن لما بقول رويبده بغالي فيه او بكرمه. ليه؟ لان ما عندوش ذره احترام يتكلم بيها، ما عندوش ذره رجوله يتكلم بيها. يطلع المشاكل المسيحيه، النساء المسيحيه، ولو عايزه تطلقي، لو عايزه تسلمي في سريه تامه. سوري يعني انا اسف والله، انت مال اهلك؟ انت مال اهلك بمشاكل المسيحيين؟ ما تروح حل مشاكل اخواتك. وكنت عامل فيديو كده، كنت عامل فيديو اسمه حل مشاكل اخواتك، راجعوا القناه هتلاقوه، جايب له شويه مشاكل اسلاميه. عم روح حلها، روح دور على اخواتك، روح دور على المسلمين حل مشاكلهم. طالما انت شغال يعني راجل دلوقتي، انك انت المفروض يعني محلل اجتماعي او شخص يعني مصلح اجتماعي، فحضرتك روح حل مشاكل المسلمين. روح كده عند محكمة الاسرة وهتلاقي بنسبة 90% من ضمن مشاكل الطلاق هناك مسلمين. روح حل مشاكلهم. فلما تحل مشاكلهم يبقى تعالى حل مشاكلهم. بس طيب اللي يهمني بقى لحد دلوقتي الطريقة. يعني بص يا جماعة، طيب انا عشان اكون يعني عشان ما اكونش بتكلم لوحدي، اللي حابب يشارك انا هنزل رابط الستريم، سواء مسلم او مسيحي انا ما عنديش مشكلة. لو حد عايز يشارك سواء مسلم او مسيحي وحابب يشارك او يتكلم، اهلا وسهلا بيه، سواء مسلم او مسيحي ما عنديش مشكلة. فالنهاردة انا طالع بتكلم عن اخ لينا، اخويا مخلص. مخلص اخوك؟ اه مخلص اخويا. يعني مخلص ده حد يعز عليه؟ اه مخلص ده يعني شخص من ضمن الناس اللي اقدر اقول عليهم ابطال في الايمان. وقبل كده كنت طالع واتكلمت عن حد تاني من ضمن اخواتي، ويعني يعني طيب تعالوا اوريكم واحد كده من ضمن الناس اللي كان عامل ازعارينا للناس دي، وللاسف كل اللي هم بيعملوه بيسبوا فيه. شايفين الصورة دي يا جماعة؟ يعني الصورة دي مهندس مخلص ما عملش حاجة يا أخت سراي. مهندس مخلص كل اللي عمله إن هو بيدافع عن إيمان. طبعا يعني الصورة دي قبل ما يعرفها المسيحيين هيعرفها المسلمين، عارفين كويس قوي مين الشخص ده، عارفين مين ده، عارفينه كويس قوي. سعيد لما راح حرق المصحف وقلب على المصحف خمرة، انا شخصيا ما كنتش معاه في الموقف ده. ليه؟ سعيد انا اعرفه معرفة شخصية من زمان جدا، يعني سعيد من نفس البلد اللي انا فيها من اسكندرية، وهو من ضمن عيله كبيره. يعني من يعني لو حد قال سعيد رايح عشان فلوس او عشان يتجوز، لا سعيد كان متجوز وسعيد كان معاه فلوس، وسعيد يعني من العربويه. يعني عارفين يعني ايه عربويه؟ الناس اللي عارفين يعني ايه عربويه عارفين يعني ايه فلوس. يعني اللبس اللي هو لابسه ده، القفطان اللي هو لابسه ده، الجلابيه اللي هو لابسها دي لوحدها ممكن تدخل لها في 5000 جنيه من سنتين ثلاثه، يعني قبل ما الدولار يعلى. يعني دلوقتي ممكن تدخل لها في 7-8000 جنيه. فيعني عشان بس يعني ايه، يعني لو حد يعني بيقول عليه راح. طيب حرق المصحف، قلب عليه خمر، هل احنا كمسيحيين او ناس كمؤمنين كنا معاه وبنأيده؟ بالعكس، احنا يمكن في الموقف ده برغم ان احنا بنحب سعيد وبرغم ان احنا بندعمه، الا اننا ما كناش معاه في ان هو يهين عقيدة الاخر. عايز تناقش، ناقش براحتك. عايز تعمل مناظرات، اعمل مناظرات براحتك. لكن تهين عقيدة حد وتهين فصيل كامل، لا احنا مش معاك. وحتى لما سعيد النهاردة بالظبط، فبالظبط يا بوسي، احنا مش موافقين على تصرف سعيد برغم ان احنا بنحبه. يعني احنا بنحب سعيد جدا، سعيد يعني يعتبر صديق قريب جدا مني، الا ان من زمان الايديولوجية بتاعتنا ما جاتش مع بعض ولا مرة عملنا حوار مع بعض. ليه؟
سعيد مهاجم قوي، فانا لا، انا من النوع اللي بحب اتكلم بعقل شويه. سعيد عنده معلومات وعنده رهيب في معلوماته بالظبط. هو 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 مخلص يعني، مخلص كده كده هيطلع يعني، اللي انا واثق فيه انه مخلص كده كده هيطلع. بس انا يعني الهدف من البث يا جماعه مش اني بضغط على الامن، الامن ما بيضغطش عليه هنا في مصر، مش بضغط على حد علشان يطلع مخلص او حاجه، هو مخلص كده كده هيطلع. بس هي المشكله في حاجه، الهدف من البث اني بقول للراي العام وبقول للامن المصري يعني، انت على فكرة الأمن المصري كتير أنا دايما بتكلم عنه بكل خير. ليه بتكلم عنه بكل خير؟ إحنا ما تهناش من الأمن المصري. إحنا أنا بتكلم عن نفسي أنا كأساف والناس القريبين مني، ما تهناش، ما حدش منهم أهنا ولا حد منهم هددنا، بل بالعكس يمكن كانوا عايزين يحافظوا بس على إيه، على كيان البلد وعلى أمان البلد، وده من حقهم وده شغلهم. لكن اللي أنا بتكلم فيه إن الأمن المصري لما يجي يسحب النهاردة مخلص، يبقى أنا آسف حضرتك بالأولى إنك تسحب الشخص اللي بيهاجم بأسلوب غير مهذب. أهو أهو هحط رد على الاتنين تلاتة دول. تخيل أنت لما البابا توادرس نفسه يطلع يعلق ويقول محدش يشك في المسيحية. طبعا احنا في الزمن النهاردة من أيام ما تسلم للكنيسة من 2000 سنة إيمان ثابت وقوي وثبت أساس الكنيسة. المسيحية بقى لها 2000 سنة واقفة صمدة، وانتوا محدش إلى وقتنا هذا طلع رد على كلامنا. وبعدين انت بتقول البنات الساقطات هم اللي بيدخلوا، هل الإسلام قد ضعف في هذه الأيام وأصبح لا يأخذ إلا البنات الساقطات؟ طيب أنا هرد عليك بكل هدوء وأحاول إن أنا أتماسك أعصابي بشكل كبير جدا. الراجل هيرد بكل هدوء يعني، بصوا احنا شايفين يعني ايه الراجل يعني، استنوا ده يعني في اخر الفيديو شوفوا اللي هيقوله كمان جدا. انت بتقول البنات الساقطات هم اللي بيدخلوا الاسلام، طيب الساقطات دول مش عايزين يبقوا مؤمنوا ان حبيبي مد يده من الكوة فانت عليه احشاء، ده كلام مقدس، ايه رايك؟ مش ده صفر نشيد الانشاد؟ طيب خدوا بالكم من حاجه يا جماعه، برضو انا عايز اوضح حاجه هنا عشان برضو الناس ما تفتكرش ان احنا ما بنردش. بالنسبة للحلقة اللي أنا بعرضها المعاذ عليان، برضو أنا عامل حلقة رد عليها اسمها ردود بالجملة على معاذ عليان، هتلاقوها برضو على القناة عندي. فإحنا بنرد، إحنا مش ما بنردش، إحنا بنرد على كل حرف وكل نقطة بيقولوها قبل كل كلمة. فإحنا عندنا الردود والردود بتاعتنا جاهزة. وعلى فكرة لو جينا مسكنا كل واحد من دول، صدقوني أمام الله وبقول الكلام دوت قدام ربنا، إن الناس ديت هي اللي هتهرب مننا. اولا هم اخرهم ان هم يجيبوا سطر ويسيبوا سطر علشان السطر اللي وراه بيكشفهم. الحاجة التانية ان هم ايمانهم بعقيدتهم انا اسف في زقايق كتير. ودلوقتي لو كان القمص زكريا بطرس اللي عامل لهم مشاكل هو نفسه دلوقتي يعني بره البلاد، وان هم دلوقتي عمالين بيحاولوا ان هم بيتطاولوا عليه، انا ما عنديش مشكله يعني. انا على فكره انا ما بتفرجش على القمص زكريا بطرس يعني، انا شخصيا ما بتفرجش عليه. فلو ده بره وهم دلوقتي انتوا مشكلتكم معاه وتهينوا الكتاب المقدس، فانتوا عندكم هنا 16 من 16 ل 20 مليون عابر، يعني هنقول بنسبه 20% منهم عارفين الاسلام كويس. فهتروحوا معنا فين؟ مش هتروحوا معنا في حته. ده بالعكس يعني، احنا لو كل واحد مننا من العابرين كده واحد يطلع حط واحد بس في دماغه، صدقوني ما هيخليه يطلع على السوشيال ميديا تاني. يعني ده بس كفايه سعيد كان رعبهم ازاي. عبد الله محمد بتاع المغرب، محمد شت داون، شوفوا ايه اللي بيعمله. طيب عايز يعني انا في الاول خالص عرضت الفيديو بتاع مخلص ووريتكم اسلوب مخلص، ادي ده اسلوب مخلص. لان المسيح رفع صلاة شكر للآب ورفع يسوع عينيه، ده اسلوب مخلص، ايه الى فوق وقال ايها الاب اشكرك لانك سمعت لي وانا علمت انك في كل حين تسمع لي، ولكن لاجل هذا الجمع الواقف مش عايزين يبقى في كتابهم. وده اسلوب معاذ،
الإلهي مكتوب وفرجتي رجليك لكل عابر وأكثرتي زناكي. إيه رأيك؟ هم مش عايزين يبقوا مؤمنين بده. البنات دول اللي أنت بتقول عليهم ساقطات مش عايزين يبقوا مؤمنوا إن في كتاب ربنا بالنسبة لهم نص بيقول قلت إني أصعد إلى النخلة وأمسك بعزوقها وتكون فدياك كعناقيد الكرم. هم مش عايزين يبقوا مؤمنوا إن ده كلام ربنا. الساقطات اللي أنت بتتكلم عنهم دول مش عايزين يبقوا مؤمنين بك. بص يا جماعة انا مش عايز اطول في الفيديو، يعني احنا دلوقتي حوالي احنا بقالنا دلوقتي في حدود يعني 35 دقيقه، فانا مش عايز اطول في الفيديو، انا عايز اوصل رساله واحده معينه. هوصل رساله باني اقول حاجه بس بسيطه. الرساله الاولى اللي انا عايز اوصلها للامن المصري ان اقول لهم خلي بالكم يا جماعه ان انتوا النهارده لو هدفكم من شد مخلص ان انتوا تحددوا من الاحتقان او تحدوا الاحتقان او تشيلوا الاحتقان، ان ما يكونش فيه نقاش قوي او ما يكونش فيه نقاش ساخن ما بين المسلمين والمسيحيين، فبالاولى كثيرا انكم تسحبوا معاذ ومن هم على شكلته. ده اول حاجه. الحاجه الثانيه، انا حاولت ان اطمن على مخلص زي ما قلت لكم، ومخلص لما جيت اطمن عليه انا لقيت الاكاونت بتاعه مفتوح، اكاونت الفيسبوك بتاعه مفتوح، فحاولت ان انا ابعت له، يعني جيت اتكلم معاه. للأسف اللي بيحصل ان هو بيشوف الرسالة، كان الكلام ده الساعة 1 الظهر بتوقيت مصر، بيشوف الرسالة وفي الاخر خالص ما بيردش. يعني مخلص، يعني انا عارفه من زمان وكان بينا خدمة مع بعض، ما هو ما فيش جرم لي، هو ما عملش حاجة، لكن اللي حصل ان انا شاكك في حاجة، ان اللي كان بيشوف الرسائل هنا ما كانش مخلص. خدوا بالكم يا جماعة، ادي الرسالة انا مطلعها قدامكم، ده يعني اللي حصل الساعة 1:27 زي ما حضراتكم شايفين اهو هنا. فانا لما لقيته اونلاين انا قلت اكيد هو خرج، فكتبت له صباح الخير يا اخ مخلص، مفيش رد، شاف الرسالة ومردش، حاولت اتصل برضو مفيش ردود. يعني ده بالنسبة لمخلص، ده بالنسبة لمخلص. فاللي انا شاكك فيه بشكل كبير جدا ان التليفون بتاع مخلص هناك بيتفند، لان في المكالمه بتاع في البث بتاع الاستاذ مجدي تدرس امبارح لما كلم زوجته وكلم والدته، زوجته قالت ان هو راح الاول بعد كده رجع كان شكله غضبان شويه علشان ياخد تليفونه ويروح تاني، فاكيد التليفون بيتفند. فالموضوع معانا مش موضوع عام بالظبط، ده اللي انا بقوله يا استاذ سرعي. فالموضوع معنا مش موضوع عنا. احنا مش شايفين ان احنا وده اللي انا بقوله دايما، احنا ما بنعملش حاجه غلط، احنا طالعين بندافع عن ايمان. النهارده انا في بلد بتكفل حريه العقيده، وانا شخص ما اخترتش في ميلادي اني اكون مسلم، اتولدت مسلم، لكن اختياري اني اكون مسيحي فبقيت مسيحي. اتعرضت لضغوط كتير، اتعرضت لمشاكل كتير، اتعرضت لتهديدات كتير، وكل ده عدى، والنهارده انا يعني شكرا لبلدنا وشكرا للامن بتاع بلدنا واخد حريتي في بلدي. ولما بتجيلي فرصه سفر ما بسافرش، قاعد في بلدي، انا بحب بلدي. والنهارده لو بلدي القانون فيها بيقول ممنوع الخطاب الديني انا هسكت، لكن ما تقوليش ممنوع انك ترد واحد تاني بهاب. ايه المطلوب؟ هتاخدني؟ خدني. هتموتني؟ موتني. من الاخر، ما النهارده بص، يعني لسه انا كنت بتكلم مع شباب، كان مؤتمر فيه شباب كتير، وكنت بتكلم معاهم بقول لهم يا رب ان يحصل اضطهاد للكنيسه تاني، لان الكنيسه مش هتقوم ولا هتنهض تاني الا لما يحصل لها اضطهاد. طول ما احنا عايشين في الرحراحه فتلاقي الكنيسه نايمه، فلازم يحصل اضطهاد. فهل دي بدايه اضطهادات عشان نعمل حسابنا؟ فلو من اجل المسيح احنا مستعدين ان احنا مش نضحي بان احنا نتسجن، لا نضحي برقبتنا طالما من اجل المسيح، ما عنديش مشكلة خالص. بس المسيح علمني ان انا ما سيبش حد. المسيح لما واحد رئيس الحرس لطمه اثناء المحاكمة قال له ان كنت قد تكلمت بالردي فاشهد على الردي. لو احنا بنعمل حاجة غلط قولوا لنا ايه الغلط اللي احنا بنعمله، انما تكميم افواه، تكمم بقي وسايب بقي تاني ينطلق، مش هنسمح بيها.
وهنا بقى يجي دور الرسالة الأولى طبعا أنا وجهتها للأمن المصري، إنكم لو عايزين الموضوع يكون منتهي خالص إحنا يعني إحنا مستعدين نسكت، بس إحنا رد فعل، إحنا مش فعل، فحضرتك توقف الفعل عشان رد الفعل يقف، إنما طول ما الفعل شغال إحنا مش هنقف. فدي رسالتي للأمن المصري، على عيني وعلى رأسي الأمن المصري، أنا بحب الأمن المصري، أنا بحب بلدي وبحب أمن بلدي وبحب حكومة بلدي، لكن اللي أنا بتكلم فيه في النهاية خالص انك ما تجيش تكتمني وتخلي واحد يتكلم، لا مش هنسمح بيها، مش هنسكت. الرساله الثانيه للكنيسه، فين دور الكنيسه؟ يعني النهارده لو كان ده حصل مع معاذ او محمود داود او واحد من ضمن الناس المعروفين عندهم اللي بتهاجم المسيحيه، كان كام محامي هيكون وراه؟ كانت كام منظمه هتكون وراه؟ كان قد ايه دعم هيكون وراه؟ لكن النهارده لما اجي اشوف، حتى احاول اشوف اخبار على السوشيال ميديا عن مخلص، الاقي الوحيد اللي اتكلم عنه الاستاذ مجدي تدرس، محدش يتكلم تاني عنه. طيب اخبار على الانترنت مفيش، كان مخلص يعني مفيش ورا حد. على فكره مخلص معاه اللي احسن من الجميع، سلام ونعم يا اثناسيوس، مخلص معاه اللي اقوى من الجميع. لكن احنا بنتكلم في حته معينه، ان احنا لينا حق في البلد، ما ينفعش ان احنا كمسيحيين او كناس مؤمنين وناس ربنا ادانا وكالة اللي هي ان انا دوري مستشار، دوري محامي، دوري رجل دين، ليا دور سياسي في البلد من ناحية الكنيسة، ان انا اكون ساكت. دي وزنة انتوا هتتسألوا عليها قدام ربنا، سواء رجال الكنيسة، الكهنة بمن فيهم البابا تهدرس نفسه، وكمان المحامين والمستشارين والحقوقيين المسيحيين، دول هيتسألوا على الوزن اللي ربنا اداه لهم. النهاردة انت راعي، النهاردة الكاهن، الاسقف، الكهنوت، الاسس، الخدام، انتوا رعاة لازم تتحركوا. اللي مش قادر يتحرك، مش عارف في القانون، انا اسف، اتجمعوا وكلوا محامين، وكلوا حقوقيين، لكن ما تقفوش ساكتين، ما تقفوش منتظرين. انا مش بتكلم ان انتوا تعملوا ثورة، لا خالص، احنا مش مطلوب مننا ان احنا نعمل ثورة. الكتاب بيتكلم عن حاجة واحدة بس، ان احنا نكون خاضعين للرياسات والحكومات، امين. لكن في نفس الوقت من ضمن اللي ادهوني الكتاب او التدابير اللي ادتاني الكتاب او التدابير اللي ربنا ادهاني، ان انا يكون عندي وزنة، ان انا ادافع عن نفسي، ان انا احط لنفسي محامي، فمن حقي ان انا احط لنفسي محامي. فلو سمحتوا، لو صوتي واصل لحد من المسيحيين، سواء من الاباء اللي ليهم سلطة في الكنيسة او من المحامين والمستشارين الحقوقيين، لو سمحتوا تحركوا. احنا يعني مش بنطلب حد من برا مصر او هيئات حقوق انسان من برا مصر، لا، انتوا اللي جوه مصر اشتغلوا، ما احنا جوه مصر وشغالين، ما احنا جوه مصر وبنطلع بندافع، ما احنا جوه مصر وبنطلع بنتكلم. يعني احنا ما سبناش مصر ومشينا. وباختصار المطلوب من الساحه، ساحه الترهيب دلوقتي اللي موجوده على الساحه، خليني اقول اللي تحت مسمى الاسلام، لكن خليني يعني مش بجمع كل المسلمين ولا بجمع كل الهيئات الاسلاميه، لكن الساحه اللي موجوده دلوقتي هي ساحه ترهيب، ان هم يعني باختصار زي ما حصل ايام الثوره وحصل ايام الاضطهادات، مش عاجبكم البلد امشوا، بس احنا مش هنمشي، احنا قاعدين فيها، يعني احنا قاعدين فيها مش هنطلع منها. سالين سيم يعني مش يعني، ما انا يا جماعه، ما انا بتكلم في ايه؟ اتفضل يا سناسي. يا جماعه انا بتكلم في ايه؟ انا بتكلم في حته معينه، انا بتكلم ان احنا ما فيش حق بيضيع وصاحبه بيدور عليه، يعني طالما صاحب الحق بيدور عليه، حق مش هيضيع، لكن الحق يضيع لما انا اتكاسل عنه او اعمل نفسي مش واخد بالي، فهنا حقي هيضيع. عشان كده انا مؤمن بالفكر ده، وعشان كده انا حد من ضمن العابرين اللي ما فيش على ايديهم صليب، يعني ده على فكره دي ايدي اليمين مش ايدي الشمال، برضو الايد الثانيه اهي، وطالع بتكلم بقول انا مسيحي، وطالع بوشي وبتقابل مع الناس في الشارع عادي، بتكلم ان انا اخترت ان انا اكون مسيحي. ليه ما بداريش وشي؟
ما بمشيش جنب الحيطه واقول يا رب ما حدش يشوفني، لا، لو بقول يا رب ما حدش يشوفني لا، دي ديت يعني ايه. انا بالنسبه لي الفكر بتاعي انا الشخصي، انا ما بتكلمش عن ظروف كل عابر، لكن بتكلم عن نفسي انا. انا بقول من اجلك نمات كل النهار، ما عنديش مشكله. فدي الرساله الثانيه للكنيسه ورجال الدوله اللي هم الحقوقيين او المحامين المستشارين، ان لازم ان هم يتحركوا. طيب بالنسبه لمخلص، انا يعني بحد اقصى يعني انا شايف ان هو هيطلع يعني في اسم يسوع، ان هو يعني لو زادت قوي هيكون 4 ايام. يعني ده بالنسبه للمخلص، ده اعتقادي الشخصي او اللي من خبرتي في الناس اللي يعني اللي سبقوه، لان مخلص ما عندوش حاجه، هو كل اللي بيعملوه ان هم بيشدوا ودانه بس. اوعى تتكلم عن الاسلام، بلاش تعمل لنا مشاكل، اوعى تتكلم عن، ما تجيبش شيوخ، ما تجيبش اللي بيحصل في الجوامع اللي انت بتجيبه على القناه بتاعتك، ايه اللي بيحصل؟ او الراجل ما بيجيبش حاجه من عنده، الراجل جايب هم بيقولوا يعني مثلا معاذ طلع قال ده احنا عندنا الطفل حافظ القران كله، فطلع جاب مذيعه بتسال يا حبيبي تعرف سوره كذا؟ لا ما اعرفش. طب مين الصحابه؟ قال واحد اسمه احمد، واحد اسمه محمد سعد، واحد ده. فهو ده اللي عمله، ده اللي بيقدم له، بيقول له ده راي الشارع، ده الشارع الحقيقي، دول الناس الحقيقيين اللي موجودين، لكن اللي انت بتتكلم عليهم دول في خيالك. فالنهارده لما هو يعمل كده لا، يبقى بيعمل مشاكل. لكن لما واحد نكر يطلع يتطاول على المسيحيه ويتطاول على الاباء الكهنه ويتطاول على بابا مصر وبابا اباط الارثوذكس في كل العالم، يبقى في الحاله دي يتساب حر. ديت مش حريه، دي كده مش حريه. طيب لغايه هنا يمكن ده اللي انا كنت عايز اقوله. وفي حاجه تانية يعني عايز اقولها بالنسبه لازدراء الاديان وبالنسبه اللي بيحصل مع الاديان. انا كنت برضو عايز يعني اوصل لكم حاجه. في شخص المفروض ان هو يتاخد ازدراء ديان، شخص مسلم المفروض يتاخد ازدراء ديان، بس ده ما ازدراش المسيحيه. هسمعكم يعني حاجه كده سريعه وبعدها اختم الفيديو. ده يعني ما ازدراش المسيحيه ولا حاجه، الراجل ده ازدرى شخص. تعالوا نشوف ازدرى مين وعمل ايه. فرجوا يا جماعه، فرجوا. تفضل. موجود بيناتنا. اسمعوا، واحد بيتسال، المذيع هنا بيساله بيقول له لو الرسول موجود وسطنا في الايام دي كانت الحاله اتغير؟ قال له طبعا كان الحاله اتغير. شوف الحال كان هيتغير ازاي. انا لليوم تمام، تفضل. اذا كان الرسول عليه الصلاه والسلام موجود بيناتنا كان اختلف الحال؟ طبعا، يعني 90% ما حقلك 100% كان ذبح البشر كله. حقلك 100% كان ذبح البشر كله. حقلك 100% كان ذبح البشر كله. مش هقول لك 100%، لكن هقول لك 90%، لو كان موجود هنا كان ذبح البشر كلهم. فالشخص يعني يا جماعه يعني شوفوا كلمه حق يعني طلعت من افواههم هم نفسهم. فده اللي بيحصل النهارده. الراجل ده عارف دينه على فكره، ما من راى منكم منكرا فليغيره بيده، فان لم يستطع فبلسانه، فان لم يستطع فبقلبه. فهو لو كان قادر وشوكته كانت قويه هيدبحهم، مش ده اللي كان هيحصل؟ شخص فاهم دينه. لكن النهارده هو مخلص بيتاخد. ليه مخلص يتاخد؟ عشان طلع بس كشف لهم شويه حاجات عندهم بتحصل في ارض الواقع وموجوده على الانترنت. طب ما تجيبوا اللي صورها، طب ما تلغوها، طب ما توقفوها خالص. مخلص مجرد ناقل، مجرد شخص نقل لكم اللي موجود على ارض الواقع. مخلص هيطلع، وحتى لو مرقص انتوا كتفتوه وكممتوه وسكتوه، ففي مصر هنا 1,000,000 مخلص تاني. لغايه هنا انا خلصت الرسائل اللي كانت عندي، او خلصت اللي انا كنت عايز اقوله، واقول لكم سلام.